بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى يومئذ المساق
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة خلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا